واحتضان القاهرة لهذا الحدث الكبير الحقيقة، دايما وابدا المهندس عدلي اشار من شويه للرسائل. افريقيا وهي بتكرم اساطيرها بتعمل رسائل، بتعمل رسائل لكل الناس المعنيه بكره القدم، وبتعمل رسائل حتى للميديا العالميه ان القاره غنيه بالكنوز الكبيره جدا من مواهبها، وان الكره في افريقيا كره قديمه طلعت اجيال وصنعت اساطير وعملت عمالقه كبار جدا. مش من فراغ انه الاتحاد الافريقي يهتم في هذه البطوله باستضافه وتكريم واحتضان والاحتفاء باساطير اللعبه في القاره، وهتلاقيهم قليلين على المستوى ده. دي مثلا احمد رئيس الاتحاد، وحوالين منه مين؟ هتلاقوا خمسه من اساطير كبار جدا، الكابتن الخطيب، الحاج ضيوف، طارق دياب، صامويل ايتو، وكانوا النيجيري ده رابح مجر، اللي جنب الخطيب رابح مجر. دي مثلا احمد وهو بيحتفي بجانب من الاساطير. شوفوا بقى لما حتى هم بيلتقوا مع بعض وعبر هذه الاجيال، هنشوف في الفيديو ده ازاي وحتى المذيع بيقدمهم لبعض وبيقدم كل واحد فيهم. لما يتوقف عند كابتن محمود الخطيب تعرفوا البصمة الكبيرة اللي سايبها الخطيب وسايبها كرة القدم المصرية والأهلوية على وجه الخصوص بين أساطير القارة الأفريقية. When the people don't remember me, I said I was the one who missed the penalty. Ah! Pour vous dire, c'est un plaisir de vous voir tous ici en bonne santé, alhamdulillah. To see all of you with good health is very important. I always have to mention our seniors, like Rabbi Maja, Timumi, who is here, and of course, Kalusha Bwalia is also among, Kudo is among them. These are our seniors. El Khatib. Bibo. Why I mention the seniors? Because, pourquoi je parle de eux? Parce que c'est eux qui sont ouvert la porte pour nous. They pave the way for us. You see me within CAF. Vous me voyez à l'intérieur de la CAF. Et c'est parce que le président avait cette vision de ramener le footballeur plus proche. Because the president had this vision to bring the footballers closer. I'm here with my position and title, but at the end of the day, I represent football and the footballers. En fin de compte, je suis là parce que je représente le football et le footballeur. Il y a beaucoup de légendes qui m'appellent. Anthony, pourquoi tu ne m'invites pas? Why you're not inviting me? And I said, chaque chose a son temps. Everything has its time. Poco a poco, like the Spanish people say, peu à peu. I also want to thank the organizing committee, President Hani Abuida, then we have Captain Megayet, and Fadel, Ahmed Fadel, who I always mention because he's a former player and he's the tournament director. So it gives me pleasure that President Hani and the general coordinator, Captain Ahmed, are working with him and helping him to groom. I would like to thank the CAF staff. يوما بعد يوم بنزداد فخرا بالنادي الاهلي ورموزه واساطيره. كابتن الخطيب واحد من اهم هذه الاساطير. كل ما ياتي ذكره في القاره يعني هو محطوط في وسط النخبه ومحطوط ضمن سفراء البطوله، ولكن وهو يتحدثون عن تقديم هؤلاء الاساطير عندما ياتي ذكر بيبو له تقديم مميز وخاص، تقدير وهو بطعم خاص، تقدير هذا التقدير خاص لهذا الرجل. والتقدير لا ياتي من منظور الموهبه فقط، ولكن من منظور الاحترام الشخصي اللي هم شايفينه يستحقه. أيوه. راجل رئيس نادي، راجل رغم كده متواضع، راجل مهذب، راجل. فالخطيب يعني
ربما يعني التاريخ ما يتكلمش عليك كل يوم، لكن لو اتكلم عنك بيتكلم عنك بطريقة مختلفة. ده محمود الخطيب.